محكمة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والطفل في جوبا اليوم حكمت على رجل بيبلغ العمر 26 عام بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تدنيس طفلة بتبلغ من العمر 14 سنة وهي طالبة في المدرسة. بول تونغا كول أدين تحت المادة 247 من قانون العقوبات لجنوب السودان سنة 2008. القاضي فرانسيس أموم اللي كان برأس الجلسة أصدر الحكم في صباح اليوم. للمزيد في النص التالي مع القاضي فرانسيس أموم. Convict gave to pay for the victim 500,000 South Sudanese pound as reparation through civil proceeding. 3. Convict is advised that he has a right of appeal against both legality and severity of sentence within 15 days. 4. Judgment delivered and dated today, the 10th of February 2021, by Judge Francis Amuma Win, Ayoke, Gender Based Violence Court, Juba. لآي راديو مايكل دانيال. تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك وتويتر.